السؤال الذي يسأل لأكثر من مرة بالنسبة حق توقيت المناسب للرياضة أثناء فترة الصيام، إذا كانت الرياضة تتطلب ازدياد في ضربات القلب اللي احنا نسميها الكارديو اكسرسايز أو الكارديو، يفضل أن هذه تكون ساعة إلى ساعتين قبل الفطور، لأنك بعدها على طول راح تكون مسموح لك تأخذ كميات كبيرة من المشروبات وتعوض فيها النقص اللي أنت فقدته أثناء هذا. بالنسبة حق التمارين الأخرى مثل رفع الأثقال فهذه أغلب الأوقات لها مناسبة، لكن نفضل أن تكون أيضا بعد أخذ السبليمنت والمواد البروتينية بعد الإفطار إن شاء الله.